يلا حميدو. يلا يا جماعة بسم الله. الأكل ده أنا عامله بإيدي كله من البحر. ده جميل قوي. ده اسمه ايه؟ ده لمبور. ايه؟ لمبور ده عينين اخطبوط مع اختنا. بس كويس قوي قوي قوي. الله جميل جميل. ده بقى عبارة عن مصارين حريد. حريد مين؟ لا ده مش واحد، ده سمك اسمه حريد. بنطلع المصارين بتاعته نحطها في الشمس لغاية ما تعفن خالص، تاخد دول لوحديها، حط عليها شوية زيت تبقى جميلة جدا. يا ريت تدوق ده لو سمحت. حلو ده. ايه رايك؟ يا سلام. ده شرب الدين الكحايه، بس حلو قوي قوي قوي. ده بقى استاذ محمود، ده بربور البحر اللي انت بتاكله. والله عبيط ولا يفهم حاجه في الاكل. يا ريت بقى تجرب زندوق النبأ. مين زندوق النبأ؟ ده عباره عن السمكه تاكل اللي جالها امساك، بناخد بقى اللي يخرج منها نبشره، بيبقى جميل قوي قوي قوي. يعني بقى لو تحلي صرصور البحر اليتيم. قول يا ريس حاج، احنا هنوصل الجزيرة امتى؟ بكرة الصبح ان شاء الله. انا عايز اقول لك على حاجة، انت مين اللي قال لك على الجزيرة اللي محدش سمع عنها دي خالص؟ انا خلاص. مالك حبيبي؟ مش قادر استحمل اكتر من كده. قوم يا جدع التليفون بتاعي دي وارجع على طول. قوم. انت اتجننت دلوقتي بعد ما قربنا نوصل اتهطلت؟ نوصل ليه؟ نزلت السلطان اللي ملهاش وجود الا في خيالك. قوم يا جدع التليفون بتاعي دي. هنكمل يا محمود. لا هنرجع. لا بقى لا، الرحله دي يا استاذ انا اللي صارف عليها من الاول للاخر. لانك حمار، حد يصدق اللي قالته؟ لم لسانك يا محمود، لم لسانك انت وعلى راسك. بتكلمي مين؟ ما يصحش كده يا استاذ شتنوفي. خليك انت في حالك، الا سكت وحدتك هي بتتاخر بشويه من دهب. دهب؟ دهب ايه؟ ما تخرس بقى. اخرس انت يا بنت قليل الادب وما تربيتش. يا اخي غور من وشي. لف المركب يا حامد، ما بعرفش اعوم. نور الكشاف بسرعه يا حميدو. يلا يلا
الشاب بدلها. بطاطينا يا حامد، شاي يا حميدو، شاي بسرعة يا حميدو بسرعة. مات. عيش أنسة فاطمة عايزك بعد ما غير هدومي تحصلين على الكابينة، عايز أكلم معاك. ايوه يا كابتن. أنسة فاطمة، النهارده كان في واحد مننا هيموت، وفي كمان كلام اتقال أنا مش فاهمه. افتكر من حقنا نعرف ايه الحكاية بالظبط. كان لازم اقول لكم من الاول، غلطتي انا ما قلتلكش. ايه الحكايه يا بنتي؟ الحكايه ابتدت لما نفسي هفتني على البسبوسه ورحت دكان الشوكولاته. دي حكايه غريبه قوي يا بنتي، ما حدش يصدقها. طب والشواف اللي اتقتل واوضته اللي اتقلبت فوقاني تحتاني؟ جايز حرامي. حرامي هيسرق منه ايه؟ ما حلتوش اللضا. جاز افتكر انه عنده فلوس مخبيها في حته، او عنده خريطه لتوصل الذهب. الله، معنى كلامك ده ان في حد تاني عارف حكايه الخريطه وحكايه الذهب. ده اكيد، عشان كده انا عايزه اوصل للذهب الاول، ولو ساعدتوني هنوزع الذهب علينا. اسم ده العدل. قلت يا ريس حامد. يا ابني انا راجل عجوز، شفت كتير وسمعت اكتر، والبحر ياما فيه حكاوي، منها اللي طلع حقيقي ومنها اللي طلع فشوش. في الخريطه اللي بتقولي عليها دي يا بنتي، المركب غرقت جنب الجزيره اللي اسمها جزيره الشيطان، واللي عمر ما حد سمع عنها قبل كده. المفروض ان احنا نوصلها بكره الصبح. لو الجزيره دي موجوده يبقى جايز حكايه الشواف حقيقي، ولو مش موجوده يبقى انسى. نلم عزلنا ونرجع طوالي، الوقت اتأخر. تصبح على خير. كابتن جلال، أنا محتاجة مساعدتك، محتاجة إن أنت تقف جنبي. اللي يخلي واحدة حلوة ومتعلمة زيك تجري ورا خيال؟ ما بملكش غير الخيال، دي الفرصة الوحيدة إني أحقق أحلامي. الخوف إن أحلامك هي اللي تضيع لو ما لقيناش الجزيرة. هنلاقيها، لازم نلاقيها. قول إن شاء الله. إن شاء الله. ايه في ايه؟ بشكير ماله؟
البشكير اللي انا لابسه وقع، مش لابس حاجه تحتيه. ما قدرتش، لسه ما وصلناش. لسه كان لازم تسمعوا كلام امبارح بالليل ونرجع، احنا كده بنضيع وقت هنا. الجزيره دي ملهاش وجود اصلا. يلا يا ناس حامد، مستني ايه؟ انسى.